السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام لتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم آدم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وتوفيقا وسدادا ورشادا يا رب العالمين. نحن ما زلنا مع سورة الملك، والله تبارك وتعالى لما جاء بأو التي تفيد التسوية ليوضح لهم أن سرهم وعلانيتهم هي سواء عند الله تبارك وتعالى، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، فأدى بهم إلى أن تكون الريبة في قلوبهم، كيف يعلم الله سرنا وعلانيتنا كما يفعل الملاحدة والذين لا يؤمنون بوجود الرب تبارك وتعالى. فأتى بتركيب يسمى الاستئناف البياني: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا وألا وإلا كلها تتصرف من هذه الكلمة، لكن كل واحدة منها لها استعمال ولها معنى مختلف تماما عن الأخرى. فإلا تأتي أداة استثناء، وإلا تأتي بمعنى الحق والقرابة، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا قرابة ولا عهد. أتى الطلاب إلا واحدا، هذه أداة إيش؟ أداة استثناء. ألا عبارة عن تركيب من تركيبين: لا النافية التي تدخل على الفعل المضارع، والهمزة الاستفهامية. لما يأتي هذا التركيب معا يسمى استفهام، الغرض منه مجموعة من المسائل البلاغية، أحيانا يأتي بمعنى التحضيض: ألا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. هنا حظ من الله للناس أنها تتوب وتستغفر. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هنا تأكيد أن من كان لله وليا فلا خوف عليه ولا حزن، لا في الدنيا ولا في الآخرة، جعل الله وإياكم من أوليائه تبارك وتعالى. ألا يعلم، نفس الكلام، استفهام الغرض منه التوكيد أن الله عز وجل يعلم تبارك وتعالى، والله من أسمائه العليم ومن صفاته العلم. ولذلك يعلم فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، لأن لا هنا ناهية. إذن هذا التركيب لماذا يأتي هنا بعد الآية التي سبقت؟ الله عز وجل يقول: كيف الذي خلق لا يعلم؟ نضرب على ذلك مثال: مو كل جهاز له يسمى شيء اسمه المانيوال، صح؟ أي النجف هذا والميكروفون هذا كل شيء في شيء اسمه مانيوال أو يسموه الكتالوج. أول ما يحصل عندك أي ديفكت، في أي مشكلة، تروح شيء تعطيه لمين؟ للمختص، تصل على المينتنس الصيانة، بالله تعالوا عندنا مشكلة، يجوب يضبط الشغل ويرتبه. وهذا الذي صنع، فما بالك بالذي خلق، ولله المثل الأعلى. هذا من باب إيش؟ هذا من باب أولى. فالله عز وجل قال لهم بأسلوب عبارة شيقة، ثلاث حروف فقط: ألا يعلم من خلق. هنا من خلق هذه من اسم موصول بمعنى الذي، خلق فعل ماضي يبني على الفتح، والأصل في الأفعال الماضية البناء، والفعل الماضي مبني أبدا كما قال ابن أجرون. لكن من خلق هذه وش إعرابها؟ قال أهل التفسير لها إعرابان: إما أن تكون مفعول به، وإما أن تكون فاعل، وفي كلا الإعرابين معنى لطيف. فإذا كانت مفعول به فالفاعل هو الله،
ألا يعلم الله خالقهم؟ صحيح ولا لا؟ فيعلم أفعال إيش؟ عباده. وإذا كانت من خلق فاعل، فالله عز وجل بنفس المعنى هو يعلم تبارك وتعالى، يعلم الله أفعال العباد. وإن كانت مفعول به، ألا يعلم الله عز وجل خلقه؟ بلى، يعلم الله عز وجل إيش؟ خلقه تبارك وتعالى. ومن هنا نستفيد ردا على الجهمية والمعتزلة أن الله يخلق أفعال عباده. وهنا بوب البخاري كتاب خلق أفعال العباد في صحيحه، يعني كل شيء الله عز وجل يخلق أفعال العباد تبارك وتعالى، لأنهم يقولون إن الله لا يخلق أفعال عباده. ولما جاء رجل يقتل رجل قال إن هذا القاتل عاجل المقتول منيته، لأنهم ينكرون الله يخلق أفعال العباد. نقول لا، ألا له الخلق والأمر، فالله يخلق أفعال عباده تبارك وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ألا يعلم من خلق وهو جملة جديدة، والواو هنا إما أن تكون عاطفة بيانية للجملة السابقة، وإما أن تكون قاطعة لجملة جديدة، وهو اللطيف الخير مبتدأ وخبر، وجاء بضمير هو لعظمة الله التي تدل عليه، لأنه ما يحتاج نقول والله اللطيف الخبير، من سياق الكلام هو تدل على من؟ على الباري تبارك وتعالى. وهذا من جمال القرآن، لا تجد فيه رتابة ولا تجد فيه لفظة مكررة أبدا، اللطيف الخبير. هذا التركيب جاء ثلاث مرات في القرآن، يعني في ثلاث تركيب مختلفة. قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام، ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وتأمل الكلام كله في مسألة إدراك البصر وعدم إدراك البصر، تأمل الفاصلة اللي في الآية، هذا مهم جدا، الفاصلة يعني ختام الآية، واللي قرأها علينا الشيخ اليوم في سورة إيش؟ لقمان. يا بني إنه إن تك مثقال حبة من خردل فتك في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وتأمل، لأن هذا الأمر في السماوات وفي الأرض، وحبة من خردل، يعني كل هذا الإنسان لا يعرفها ولا يدركها ولا يشوفها، صح ولا مو صح؟ فتأمل الفاصلة هنا. وهنا فيما نحن فيه الآن، ومن المناسبة في ختام الآية بهذه الفاصلة، لأن الكلام ما زال مستأنفا عن السر والعلانية، فلابد أن تختم بذلك لتجمع ما بين اللطف اللطيف، قيل شيء لطيف يعني دق ولم يرى، هذا يقول لك هذا شيء إيش؟ لطيف الدقيق الذي لا يرى. والخبير فعيل من الخبر، فجمع هذا الأمر بين شيئين عظيمين جميلين، أن الإسرار والإجهار، السر والجهر من الأعمال اللطيفة والأقوال الخفية الله يعلم تبارك وتعالى. ومن فوائد ذلك أن هذا الدين كله نزل باللطف واللين، ولذلك إذا قيل لك نصف القرآن وين؟ قل له كلمة وليتلطف. سورة إيش؟ تقروها اليوم إن شاء الله، سورة الكهف. نصف القرآن عند هذه الكلمة، اللي قبلها يساوي اللي بعدها، وليتلطف. دين عجيب نزل باللطف واللين، في مبتدئه باللطف واللين في سورة الرحمة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وفي وسطه باللطف واللين في التعامل بين الناس، وفي آخره باللطف واللين في اللجئ إلى الله لينجيك من الحاسدين والراصدين والقاصدين والماكرين والجنة والناس أجمعين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، بعد يجيك سورة الناس. أليس هذا لطف؟ وكم له من لطف خفي
يدق عن فهم الغبي. ولذلك يقول الشاعر: أغيب وذو اللطائف لا يغيب، وأرجوه رجاء لا يخيب، وأسأله السلامة من زمان بليت به نوائبه تشيب، وأنزل حاجتي في كل حين بمن تدبيره فينا عجيب. وهو اللطيف الخبير. ومن جمال وهو اللطيف الخبير، عمير بن وهب كان يلقب بشيطان قريش. جلس يوما مع صفوان بن أمية بن خلف، أبوه قتل فين؟ في بدر. بعد الغزو ما انتهت والأسارى في المدينة والقتلى في القليب، جلس صفوان مع عمير بن وهب، قال له: هل لك في قتل محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبنائي وديوني. قال: ديونك علي أداؤها، وأبناؤك أبنائي. فأعد السيف وحده وسمه. الجلسة هذه وين كانت؟ كانت في صحن الكعبة في البيت الحرام. من هو ثالثهم؟ الله تبارك وتعالى. يمم إلى المدينة ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام، سلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: ما جاء بك يا عمير؟ قال: هؤلاء الأسارة، جينا في الأسارة. قال: وما بال اللأمة؟ إيش لأمة السلاح؟ قال: وهل أغنف عنا شيئا؟ لما 70 قتيل و70 جريح، وفضحتنا بجلاجل في الجزيرة كلها، وهي أغنت عنا شيء. قال: يا عمير أصدقني القول، ألست كنت جالسا مع صفوان بن أمية عند الكعبة تقول له ويقول لك: فقال لك أقتل محمدا، فقلت له: إن الديون والأبناء، فقال لك: دينك علي وأبناؤك أبنائي؟ قال: أشهد أنه ما أخبرك بها إلا رب السماء واللات والعزة، نعوذ بالله، ما حضرنا أحد، ما في، ما أحد سمع الكلام هذا، هذا أكيد خبر السماء. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. تحول من شيطان قريش إلى مسلم قريش، ونفع الله به في الإسلام. فلماذا نحن يا إخوان ما نتحول من العادات السيئة في رمضان إلى العادات الإيجابية؟ لحد اليوم الناس شغالة تدخن وتشيش في الحدائق، جالسين شيشة بالليل. يا رجل اتق الله، الشياطين مصفدة وانت شيطانك شغال. شياطين الإنس والجن يحيي بعضهم إلى بعض الزخرف. أنت تعتقد يعني جزاك الله خير تصوم وتفطر على بصلة، البصلة كويسة كلها أنسولين ينصح بها مرضى السكر الله يشفيهم. البصل ما في النعيم إلا بس ما تجي أنت المسجد وأنت إيش ماكل بصل فتتجشى فتؤذي المصلي. لكن هذا يصوم يفطر على إيش؟ على نيكوتين وقطران. يا أخي والله لو قريت الآية وسرابيلهم من قطران ما عاد تحطها في فمك، جزاك الله خير. هذول في النار هناك وانت تقتل نفسك بالقطران وانت في الدنيا بعد. وسرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. مو تحس النار طالعة كده اللهب الأبيض وانت جالس تدخن؟ سبحان الله، ليش تتمثل هذا الأمر وانت في الدنيا يا أخي؟ زور يا أخي الناس في المستشفيات وأصحاب السرطانات. الله يا أخوان زرت رجل 35 سنة مدخن، 35 سنة خدمة في عالم التبغ والعياذ بالله. توقع كم أنفقت في هذا المال الحرام. لو غيرت البوصلة بس وعجلت إليك ربي لترضى. توقع الخمسة. قال: يا رسول الله أعاهدك، هذا شيطان قريش الآن، أعاهدك بكل موقف وقفته ضدك أن أقفه لنصرة الإسلام. يا رب أعاهدك بكل نفقة أنفقتها في حرام أن أنفقها الآن في حلال. والله ما يريد منك إلا القليل. سبحان الله، خذ العفو يعني ما زاد، القليل النادر. ألا يعلم من خلق وهو
اللطيف الخبير. لما تتأمل في اللطف في القرآن تجد أن من اللطف في القرآن فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. في اللطف في القرآن الذين يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، صل قائما فإن لم تستطع فقاعد، فإن لم تستطع فعلى جنب. من اللطف في القرآن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من اللطف في القرآن ولا يغتب بعضكم بعضا. من اللطف في القرآن يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ما ينفع أنت وجاي تصلي بالبرمودة جزاك الله خير وبالعلاقة، لكل مقام مقال ولكل مكان زينته. كان الإمام مالك إذا جاء يصلي اغتسل وتعمم وتطيب، يتعجبون ويش بقى؟ قال إني ألاقي ملك الملوك. أنتم تعرفون أن حق حاقب بين يدي من؟ بين يدي ملك الملوك. وكان كذلك السلف، وكان كذلك عثمان، وكان منصور بن المعتمر إذا صلى كأنه الجذع، وكذا كان عبد الله بن الزبير إذا صلى وقف الطير على رأسه، وصلي صلاة مودع. امرأة تصلي التراويح في سنغافورة أو تايلاند سبحان الله، وهي في التراويح فاضت روحها إلى الله، وقعت كالعود سبحان الله، فاضت روحها في التراويح. صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام وصلي صلاة مودع، يعني آخر صلاة. أنت ادخل وانت آخر الصلاة. أمس حنا كنا في الصلاة في مكة، واللي جنبي كل ما غلقنا ركعتين طلع الآيفون والجلاكسي اللي تاب واللي ما تاب. يا رجل يا أخي عيب عليك يا أخي جزاك الله خير. كل ركعتين يشوف مين بعث له، مين سنب عليه، مين أرسل له واتس لئيم. ما الدرجة جزاك الله خير. قال السلف والدعاء بين التسليمات في التراويح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. هذا فعل السلف، ليس فيه حديث مرفوع، لكن وجه الدلالة أنك تقول أعظم أربع كلمات في الدنيا. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر خير من الدنيا وما فيها، وفي رواية مما طلعت عليه الشمس. هذه أعظم كلمات، اشغل نفسك بها. أنت جالس قلبك فين؟ قلبك في الجوال ولا قلبك مع الله عز وجل؟ إنه لو تموت وانت في هذه اللحظة. نحن نحتاج إخوان نعيد صياغة مع الله عز وجل. ما ينبغي أنك نقول يا أخي خلاص أنا سرتبت العولة وجيت المسجد. أيه على خشمة وعلى عيني وراس، أبشر الله يتقبل منه ومنك. لكن هب نفس الملبس هذا تروح بالعمل، تروح بالعمل، تروح بالدوام. ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما يخالف، لكن ينبغي أنك أنت كلما جئت المسجد كلما كان يمثل لك شيء جديد. ترتب ملابسك وترتب وتأتي وأنت في قمة الجمال والجلال والطيب والرائحة الحسنة، لأنك ستلقى الله عز وجل. أبو سعيد الخدري يروي حديث، وبذلك نختم إن شاء الله اليوم، يروي حديث جميل. لما حضرته الوفاة قال غيروا ملابسي وأتى بلباس جديد، قال لأن الرجل يبعث في ملابسه التي مات فيها. طبعا هم بيشيلوه يكفنوه صحيح، وهذا في حديث، الحديث يتحسن بمجموع طرقه وأصله صحيح، والأهل العلم لهم فيه تأويلات. قيل إنه يكسى ملابسه التي مات فيها إذا قام من قبره، فإن وصل إلى العرصات أصبح غرلا دهما بهما، كما من حديث عائشة عند إيش؟ عند مسلم. وقيل يكسى ملابسه أو ملابسه الجديدة التي مات فيها حينما يقوم مع الأشهاد. انظر إلى أي مدى كان السلف يتمثلون كل موقف جميل مع الله تبارك مع الله تبارك وتعالى. لما تمر ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يقرع قلبك الخوف منه في السر والعلاني. فإذا غلقت الأبواب ووقف عليها الحجاب فاعلم أن بابا إلى السماء لم يغلق، وإن حجابا بينك وبين الله مكشوف.
وكما قال الإمام أحمد نحن قوم مساكين ولولا ستر الله لافتضحنا. وقال آخر ابن مسعود يقول لو يعلم الناس ما فينا ولولا ستر ربنا لفاحت رائحتنا في الطرقات وما مشى معنا أحد. وكما قال الآخر ولو يعلم الناس سوء سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني. أسأل الله لي ولكم أن يسترنا في الدنيا والآخرة، وأن يجعل تحت الستر عملا صالحا، وأن يجعل تحت الستر ما يحب. تم الكلام، ربنا المحمود له المكارم والعلى والثم، الصلاة على المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما لا حق منه وأخذ آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.